نلتقي مع حضراتكم اليوم في مدينة دبي، المدينة التي تسعد بأجواء رائعة لهذه المباراة، بتخلينا متشوقين جدا لانطلاقتها. بداية الشوط الأول. بناء جيد للهجمة بحثاً عن هدف التقدم. النتيجة الحالية 1-0. تبادل للكرة بحثاً عن التعادل. فرصة خطيرة. يلا يا جمهور دبي، سمعونا التشجيع. وين الحماس؟ تنفيذ أفقري، زلزل الملعب. نعود مجددا الى المباراة. مهارة رائعة. تبادل الكرة في محاولة لتسجيل هدف التقدم. ياسمين. هجوم بدون تسرع بحثاً عن هدف التقدم. سمين. نلعب في آخر دقيقة من الشوط الأول. استخلاص ناجح للكرة. فرصة هدف. بشخصي هذا. باقي 30 ثانية من عمر الشوط الأول. بناء الهجمة يأخذ وقت.
العودة للمباراة مع ركلة البناء. واحد انتهى الوقت هنا في النهاية. تحية للتعليم.